تحدي جديد ظهر معنا بالتحديث 13.20، تحدي مخفي مو موجود ابدا بقائمه الباتل باس ولا بالترابيزه. هذا التحدي بيعطيه 25000 اكس بي مثل ما حكينا. هذا التحدي رح يضل منضم معنا او رح يضل مستمر معنا بالسيزون 3 شابتر 2 مثل تحديات دبابة والاقزام بالسيزون 2 شابتر 2. فهلا والله بسكال الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لهذا التحدي يا شباب رح يضل مستمر معنا بالسيزون 3 شابتر 2 مثل تحديات دبابة بالسيزون 2. هذا التحدي ان شاء الله رح يضل مستمر معنا خلال هذا السيزون. التحدي الواحد منه بيعطيه 25000 اكس بي وبيزيد مع الوقت. فانا هلا رح ورجيك وين مكانه. مكانه بالضبط عند مكان بي على الخريطة. بتطلع عند بي على الخريطة بتلاقي جزيرة صغيرة، بتروح لهنيك بتكسر 100 خشبة لازم، بعدين بتساوي التحدي وهيك انت بتكون خلصت التحدي. وبدي لكم على شغله، ان شاء الله انا كل يوم عم بعمل بس مباشر على الساعه 9 بالليل او الساعه 10 بالليل بتوقيت السعوديه او الساعه 7 بتوقيت الجزائر والمغرب. فانا ان شاء الله رح اترككم هلا مع المقطع، ولو حابب تفوتوا تشوفوا البث عندي يوميا رح اعمل بث مباشر على سيرفر خاص على 5 دولار او 10 دولار ان شاء الله مجرد ما نحن نكتر. حاليا عندي 10 و15 واحد عم يتابعوا البث، مجرد ما نحن نكتر اكثر من هيك رح اعمل سيرفر خاص ان شاء الله على 10 دولار. كل الدعم بالاتم شوب نيمو 9، ولا تنسى الاشتراك والقصص الحلوه والتعليق. هلا رح اتركك مع المكان الخاص بالتحدي ومع جيم بلاي بسيط، فشكرا لك كمل المقطع الاخر وبرعايه الله. في ناس عندها؟ في ناس بالاجنسي، ناس فوق الجبل، واحد نو طير ليكو ليكو هون 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 محمود. حتى مين؟ تاخو واحد واي عندي عندي تعال تعال ده مين تعال. في هون عندك سماعة. عزي عزي انت. معي جوك جوك معي جوك جوك. واحد نوك. انا وان شوت. طب انزل انزل واحد انا انزل هروب معي شغ شغ هروب مين؟ ثلاث قفل قفل لو 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 حلو فجرته. هات الشغ شغ محمود ما حمار انا والله خود خود هاي نص سليمة خدهم خدهم انا معي 400 خشب خدهم واحد 110
هون هون المفروض اخذ الفول دمج ده. مش عارف انا مش من فوق. تعا 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 هاي لانشان. خش على دول ولا تروحوا؟ ايه؟ راحتكم انا كده كده مش فارقة. انا دول اخر ناس يمكن لهم ايه ماشي يلا. 22 انا سكوادين خد خد اوعى 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 فينا يلا خليك خليك مكانك يلا 110 110 في تحت ناس كمان خد دمين في ناس تحت رح يطلعوا هلا مشان الزوم تحتينا بالضبط اثنين نوك اثنين نوك اثنين نوك ثانية في ناس ورانا طالع من عند البيت اللي عند سيلتي واحد وايد كسرت شلده انا كسرت شلده برضه سبعين 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 حلو حطيت لانش بوب حد معاه وايت هيل ثاني اشرب جاك جاك معايا انا كمان في ناس عملت ريفايف بسيلتي شوف قديش نقحين اوعى كده ده مين؟ معك ابو حوالي ليكو ليكو من ايه من ايه من مكان ما لسه 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 حررت شغل لما تدرس وين يشحن وين يشحن واحد نوك وين وين هون عطني عطني خليه معايا يشحن خد 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 شحن خلاص تاني نوك باقي واحد من السكواه نوك كيل خلص السكوات كله باقي واحد ليفل واحد باقي واحد باقي واحد كسر شيلد وان شوت وان شوت وان شوت وان شوت اكس فعليا اكس نايس جي 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 والله 10 كيل 10 كيل